الحلقة السابعة من فقه البيوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المانع السادس الذي يمنع حل البيع هي أن يكون في البيع نجاسة. طب ما الدليل أن النجاسة محرمة ويحرم بيعها ولو إلى الكفار؟ الدليل الأول قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الدليل الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو في مكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يبقى الحديث ده معنى إيه؟ إن الرسول في العام الفتح حرم بيع الميتة. طيب، أما حرم بيع الميتة إيه اللي حصل؟ هم اعترضوا وقالوا: طب إحنا بنشتري الخرفان الميتة والحيوانات الميتة عشان ناخد الدهون بتاعتها فنطلب بيها الجلود ونطلب بيها السفن ويستصبح بيها الناس، الناس بينوروا بيها النور بالليل. فلم يرضى النبي وقال: هو حرام، يعني البيع حرام. نستفيد من كده ان اي بيع ميت حرام ويجوز الاستخدام، يجوز استخدامها في اطلاق السفن، يجوز استخدامها في اي حاجة، ولكن تاخدها مجانا، ما تدفعش فيها فلوس. قال الدليل الثالث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. والدليل الرابع: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. والميت حرام، يبقى حرام ثمنها. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. طيب، وعن أبي جحيفة نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي ولم يبع النبي جثة نوفل بن عبد الله المخزومي 10,000 درهم. دي كلها نجاسات، ودي أدلة، 7 أدلة صريحة على حرمة بيعها. الجثث حرم، يحرم بيعها لأن رسولنا باعش جثة نوفل. ثمن الكلب عشان نجس حرام، ثمن الدم حرام، كسب البغية حرام، لعن الخمر وبائعها والمبتاع عليه وآكل ثمنها، بيع الخمر حرام، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. دي كلها أدلة على حرمة بيع النجاسة حتى ولو للكفار. طيب، ما صور المعاملات المالية المحرمة للنجاسة، لوجود علة النجاسة؟ الصورة الأولى: بيع الدم. يجي متبرع يتبرع، ياخد شيك يروح يبيع الشيك، ده حرام شرعا. يستحب التصدق مجانا، والتبرع بالدم مستحب لأنه مثل الحجامة، ولأن الدم يتجدد تلقائي. طيب، يبقى بيع الدم حرام. طيب، الصورة: أو يروح لواحد متخصص يديله 100 جنيه ويوصله بالراجل يروح يتبرع، والراجل اللي دافع 100 جنيه هو اللي ياخد الشيك بنفسه. طب الصورة التانية: يحرم بيع الخمر وشرائها وإمساكها ولو للكفار في القرى السياحية ولو في بلادهم. ومن صور بيع الخمر دوت: يحرم بيع وشراء المخدرات بأنواعها، الحشيش، الأفيون، الترامادول، والفلوس اللي تيجي من وراها كلها فلوس حرام لذاتها. من صور بيع الخمر: يحرم إمساك الخمر لتصنيع الخل، ويحرم شراء الكحول كمطهر والبحث عن مطهرات أخرى. وفعلا يوجد مطهرات أخرى، فاللي عنده طفل مولود الدكتور بيكتب له مطهر كحول، فيجب أن هو يقول له: لا، أنا عاوز بديل ما يكونش كحول. الصورة الثالثة: يحرم بيع ولوث ما لا يؤكل لحمه،
ولو لصناعة الأسمدة والأعلاف. ولو تمت صناعة الأسمدة يجوز استخدامها، لأن النبي أقر المسلمين على استخدام الميتة لطلي السفن. الصورة الثالثة، يحرم بيع الميتة وشرائها ولو لطلاب الطب ولو كانت ضرورة عندهم، فلا تجوز، لأن جثة المسلم يحرم كسر عظمها أو شق جلدها، لأن كسر عظم الميت ككسره حي. ولا يجوز شراء أعضاء الإنسان وبيعها لأنها ميتة، نهى النبي عن بيعها، وهو حر، وهو بيع حر، رسول نهى عن بيع الحر، وبيع أجزاء الحر حرام. ويجوز التبرع بها دون مال، يعني واحد عن لقى جزء فتبرع به الواحد مفيش مشكلة، لكن هو يروح يشتري حاجة من جسم إنسان حرام، ما ينفعش يروح يشتري كلية. وحرمة بيع الفراخ النافقة في المزارع، ولكن يجوز استخدامها كطعام للحيوانات وفي صناعة الأسمدة مجانا. ويحرم بيع وشراء الثعلب المحنط والحيوانات الميتة المحنطة لأنها ميتة، ويحرم بيع الميتة، ويحرم بيع جلد الميتة قبل الدباغ لنجاسته، والحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، لازم جلد الميتة يتطهر الأول وبعدين يتباع. طيب، ما الأجزاء التي يجوز بيعها في الميتة؟ دي أسئلة هامة بقى حول العلة بتاعت النجاسة. يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ، يجوز بيع المنفصل من أجزاء الميتة بلا دم، يجوز بيع الشعر والوبر والصوف والريش لأنه فيهاش دم. طب ما حكم بيع الكلب المعلم؟ يحرم بيعه، ولكن ندفع أجر تعليمه، يعني الفلوس اللي هندفعه فيه مش ثمن الكلب، ثمن الكلب حرام، نهى النبي عن ثمن الكلب والصنور اللي هو القط، ولكن هندفع ثمن تعليمه. طب كلب المشية؟ كلب المشية يجوز اقتناؤه، ولكن يحرم بيعه لأن ده ما فيش أجر التعليم فيه. ويحرم بيع القط لأن الرسول نهى عن ثمن الكلب والصنور. طيب، ما حكم اقتناء الكلب؟ اقتناء الكلب حرام إلا كلب ماشية أو كلب صيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطين. وفي حديث رخص في كلب الغنم والصيد والزرع. ولا يجوز اقتناء الكلاب لحفظ البيوت، لأن البيوت بتحفظ بالإغلاق مش عكس الزرع، لازم أحيانا بنحتاج كلب عليه. طيب، ما حكم قتل الكلب؟ النبي أمر بقتلها في أول الأمر وبعدين نسخ ذلك القتل، ولم يبقى إلا قتل الكلب العقور. عن جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. ويبقى الكلب العقور لأن الرسول قال: لا ضرر ولا ضرار. طب ما حكم الفراخ البيضاء اللي بيدخل في علفها دم وبقايا ذبائح لقوم ليسوا أهلا للذبح أو لحوم مقتولة؟ يجوز، لأن الغالب على علفها الطهارة، فنسبة الميتة فيها لا تتعدى من 5-10%. طيب، العلة السابعة وقبل الأخيرة، علة الرشوة. لو في رشوة في المعاملة يبقى المعاملة دي محرمة. طيب، إيه الدليل على تحريم الرشوة وإن أي معاملة بتخش فيها رشوة معاملة محرمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وعن أبي حميد الساعدي إن رسول استعمل رجل من الأزد على صدقات بني سليم اسمه ابن الأتبية. ابن الأتبية دوت جاء فقال: هذا لكم وهذا هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيه، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي،
فالأفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يأتيه هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاعة طيعر. طيب، ما صور المعاملات المالية المحرمة لوجود الرشوة؟ دي هنعرفها بكرة إن شاء الله، نكملوا الدرس دوت.